بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا ومرحبا بكم في فيديو اليوم. إن شاء الله هنتكلم عن إنفلونزا الطيور وفيروس الأدين في الحمام. قبل ما نبدأ الفيديو أحب أرحب بإخواتنا المشتركين الجدد بالقناة، خالص شكر وتقدير وامتنان لكم على دعمكم للمحتوى سواء باللايك والشير أو التعليقات، وده أكبر حافز لينا على تقديم كل ما هو جديد ومفيد. في فيديوهات بسيطة جدا، إنفلونزا الطيور بيصاب بها اكثر عرضه للاصابه بها الدجاج والرومي، الحمام اقل عرضه للاصابه بها. انفلونزا الطيور لها اعراض تنفسيه بتظهر عليها والتهابات في القصبه الهوائيه في الاغشيه والتورمات في الجفون وتورمات في الوجه وتورمات في العين. والعرض المميز لانفلونزا الطيور وجود اللون الازرق بالجسم او بالوجه بوجه الطيور. ده مرض فيروسي ملوش علاج، واللي اصيب والفيروس تمكن منه بينهي عليه وبيقضي عليه. بقيه الطيور اللي هي ما جاتش فيها الاصابه بيبدأ إنه يتعامل بالمطهرات، بيرش اليود في المكان، بيبدأ إن هم بيتعاملوا بالأعشاب خاصة اليانسون. يعني اليانسون يتعامل بشكل كويس، واليانسون بيستخلص منه مادة التامافلو ده بتستخدم أصلا في علاج إنفلونزا الطيور. بيبدأ إنه يرفع مناعة ومقاومة الطيور السليمة، لكن الطيور اللي أصابها الفيروس خلاص بتنتهي، بيبدأ يحافظ على ما تبقى من القطيع بتاعه أو الإنتاجية بتاعته. إنما التدخل بالمضادات الحيوية هيجيب نتيجة عكسية. يبقى إذا التدخل بيتم بالمطهرات، رش مطهرات في جو المكان خاصة اليود في مية الشرب، إضافة في مية الشرب استعمال اليانسون في مية الشرب طول فترة حضانة الفيروس بتعدي بأقل خسارة ممكنة. فيروس الأدينو بيصيب السمان خاصة والدواجن أو الدجاج، وبيظهر في صورة أعراض تنفسية، حشرجة، إفرازات مخاطية. ما بيظهرش في الحمام طالما أنت مش مربع أعمار مختلفة في مكان واحد محافظ على الحمام. الحمام مقاوم ليه، ما بيظهرش الأعراض ديت على الحمام، وإن ظهرت بتتشابه مع أعراض مرض تنفسية أخرى وأي مضاد حيوي بيجيب نتيجة نادر ما تحدث الإصابة فيه في الحمام. وفي نهاية الفيديو أتمنى إن الفيديو يكون أفادكم، وما تنسوش الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في حفظ الله ورعايته، ونلقاكم دوما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.